مرحبا. طيب اللي برا تسمعوني ها؟ حياك الله. سلام. حياك الله. استرحي. اللي برا سامعيني؟ طيب. طبعا يا شباب اليوم او من اليوم الاكل صار بمقابل. حلو؟ حلو تمام. بداية من عشاكم. ممتاز؟ البداية من متى؟ من عشاكم. الوجبة بكم؟ كم؟ ب20 ريال. سلام. ممتاز؟ ممتاز. من اللي حق له يرفع السعر 100%، من اللي حق له ينزل السعر؟ اللي ماسك السوق. يا سلام عليكم. اللي ماسك من؟ السوق. صاحب المطعم اللي هو مو بكم ماسك السوق، صاحب المطعم. حلو. طيب الكابينة المكالمات كم سعرها؟ 100 بينك وبينها لك 50 على 50. يا سلام. 100 سبيكر. 200 50 بينك 100 سبيكر، 200 خاصة. حلو. ارتفعت. فاهمين؟ 100 سبيكر اللي هو عامة، 200 خاص الكم للدقيقة. يا سلام، يعني فاهمين انتم؟ نعم شوي فاهمين شوي. طيب النوم 500 سرير. 500 في الغرف. كم كان؟ 1000. كان 1000. صار الحين كم؟ 500. البطانية كم كانت؟ 100. 60. يا سلام، كانت 100 ونزلناها 60. الله الله. طيب تبونها مثل ما هي 60 ولا ننزلها اكثر ولا نزودها؟ برد برد والله. تنزلها لا والله بدا يجي معنا بطاطين. بطل لا تقصر والله. ليش ما تاخذون الغرف؟ احنا نلعب بالبطاطا. طب برد برد في ظرف صح؟ ايوه. طيب احنا علينا مديونيات وخلع عرب. عليك مديونيات. اوه تدرون ان في شيء اسمه السلفه؟ حلو. قرض؟ اي اقدر اخذ. تقدر تاخذ قرض. شلون؟ فوائد ولا بدون يا استاذ ركال؟ يا سلام عليك. فوائد ولا بدون؟ حلو السؤال. طيب القرض راح يكون برسوم اداريه. حلو. بس رسوم بسيطه. ممتاز. اللي بياخذ القرض راح نعرض عليها الشروط، بس بقول لكم بعض الشروط. من ضمنها وش هي؟ تقدر تاخذ كفاله. كفاله من اللي يكفلك؟ احد من اخوياك. ممتاز. من كروت الحظ الموجوده عندنا اليوم، وش راح يكون عندنا من كروت الحظ؟ راح يكون عندنا يا طويل العمر السلامة كبير السوق اللي هو راح يكون محصور بين الستة الموجودين. كبير السوق اللي هو يختار المحل اللي هو يبغاه لمدة أسبوع، يرفع سعر ينزل سعر كيف هو كبير السوق. حلو. الكرت الثاني وش هو؟ ماشي. الكفالة. الكفالة وش؟ أنت رصيدك ما عندك رصيد بالماينس، أنت إنسان مديون، أنت إنسان تبي تأكل تبي تشرب مطفر مطفر. حلو. تقدر تختار بمزاجك اي شخص يكفلك بدون ما يقول حرف واحد. حلو. ما انت في حاجتها، انت انسان بطران عندك دراهم تقدر تبيعها لاقل رصيد، تبيعها بالسعر اللي انت تبيه. حلو. تبي تصفط لخويك ما تبي تصفط لخويك، تبي فلوس تكسب فلوس، تبي الى اخره. حلو. هذه الكفاله. كرت الكفاله اللي راح يجيك الان من كروت الحظ. ممتاز يا شباب. نعم. طيب معك دقيقة واحدة بس إذا خذيت الكفالة، تبي تستخدمها تخليها معك أو تعطيها لطرف تقول أنا ملف حاجتها الآن رصيدي يسمح لي الكفالة هذه، أنا بشوف فيها أحد من أخوياي أحق أنه يأخذ هذه الكفالة وببيعها له بالسعر الفلان. أقل سعر للبيع كم؟ كم؟ أنا والله العظيم إلى الآن ما حطيت أقل سعر ولا حطيت أعلى سعر. 50. إلى الآن أنت 50، أنا كان بحط 10 بس دامك قلت 50 تم. 50 ليش؟ ريال. أقل سعر والله إني كان بحط 10 والله. 50 ريال والله إني كان بحط 10. أظن يقصد 50 ريال. حلو. 50 ريال سعودي؟ لا أبحط 50. ممتاز. وأعلى سعر 250. لا هو اللي يبان. حلو. هذه الكفالة. ممتاز. طيب النوم أنا بعد شوي راح أتفاهم مع مصعب وعايض. يعني كيف اساسا يسمح لهم؟ لا كيف يسمح لهم فهد معيان او يسمح لهم احد من الاعداد؟ هم معهم عذر. طب اوكي معهم عذر خلاص كلكم انتم معكم عذركم تروحون تنام الغرفه صح؟ لا في شيء يا لا ما في في شيء عن شيء يعني يفرق. شلون في شيء عن شيء؟ الرجل هل كان ما 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 عاد فيه خلاص تكفلهم انت في النوم؟ لا والله ما اكفل احد، انا يا دوب اكفل نفسي. خلاص ليش ترد عنهم طيب؟ اللي اشوفه انا اقول لك اللي اشوفه، انت ما شفته اللي يكفلهم انت يمكن سمعته، انا شفته. طيب كرة الحظ جاهزة يا شباب. ممتاز. حلو. ممتاز. كيف طريقة توزيعها؟ كيف أول شيء أنا أبيك هنا لحالك يا إبراهيم، تعال هنا استريح هنا. حياك. أنت تدري كم رصيدك يا إبراهيم ولا ما تدري؟ لا كم. طيب بسم الله
تدرون كم مرصدتكم ولا لا؟ لا. طيب اللي برا تسمعوني عشان أوزع عليكم. إيه في صدمة. طيب مالك أبو لبن، علي العمري، مساعد الزاهب، الثلاثة تفضلوا عندي، هذول أعلى أرصدة وراح أصرف لهم الآن. طبعا سيولة ما في سيولة يا شباب والله، فلذلك بصرف لكم كل واحد من رصيدة 10%. ممتاز؟ ممتاز. إلى عاد منتجين السيولة إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله وافي أبو بلحي الله يرحم والديك. ممكن تستريح بس؟ علي العمري. إيه صح تفضل. طيب علي علي أنت رصيدك 2200. حلو. وراح أصرف لك اليوم 10%. كم أعطيك؟ 200 يعني 200 ولا 30. كيف؟ 200 200 200. طيب الرصيد هذا أو الفلوس هذه هي اللي تستخدمها في القرية. ممتاز. خلال ضاعت منك ما ضاعت منك هذا شيء ما لنا شغل فيه. هذه 210. تفضل. الله يجزاك. تفضل. عليكم السلام. سلام. عليكم السلام. ما شاء الله. إبراهيم استريح هناك خلي الشباب. تفضل هنا يا مالك. مالك أنت رصيدك كم؟ رصيدك 2300. تمام. كم تستحق؟ كم من النسبة؟ 10%. 230. 230. إيه. تمام. فاهم. كنت صاحك. تبيع عشرات ولا خمسات؟ أنا بدلعكم اليوم. تبيع عشرات خمسات؟ كل خير وبركة. ما تفرق معك؟ هات خمسات. كيف؟ هذه 230. تفضل. كيف؟ كيفك؟ إيه هذه 110. ها؟ هذه 110. كم 110؟ 210. 210؟ إيه. استخدمها في ايش؟ تستخدمها في اللي تبي، هذه معك لمدة اسبوع. تفضل. شكرا لك. مساعد هنا؟ تعال مساعد. خلاص تفضل. لا تفضل يا مارك. ناصر ناصر قماش، دحام وحمد الراشد، تفضلوا عندي. انت كم قلنا رصيدك؟ والله ما ادري. انت قلت قبل شوي على ارصد ايدو. انت من؟ انا مساعد الزاهر. لا ما انت مساعد. هلا والله اني مساعد. اكيد مساعد؟ احلف بالله انك مساعد. كيف احلف انا مساعد؟ طيب مساعد انت 200 2200 بصرف لك 10% يعني 220. ترى سيوله ما عندنا سيوله اليوم يا شباب. ف كيف ما فهمت ابو ملهي؟ هذا رصيدك. حلو؟ ايه. وبصرف لك الان الفلوس كاش، تقدر تستخدمها في اللي انت تبي. هذه لمده اسبوع، اكل شرب. بيض الله وجهك. تفضل. لا خلاص تفضل مالك. خلاص تفضل. ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. عليكم السلام. دقيقة من أعطينا الحين ناصر. ناصر رصيدك 2200. أصرف لك كم يا ناصر؟ 220. ممتاز. أبلنا خمسات وعشرات عشان باقص بالفلوس. كيف؟ خمسات وعشرات عشان نحتاجها هذه. تفضل. والله أي مر. ما عندكم صر؟ ما عندنا صر. تفضل. آش أمر الله. لقينا دحام. إيه. 2700. 2700. إيه. كيف صرت 2700 انت؟ ما ادري. 2700 ابو ملحي. بالله طلعونا ارصدة اول 10 لو سمحتوا. طلعونا ارصدة اول 10 يا جماعة من ضمن دحام. كيف انت صرت 2700 يا دحام؟ الله جابها. موجودة؟ طيب. هذه 270. مئتين وسبعين. تفضل. طيب تفضل. حمد الله يبقيك. حمد 2200. رصيدك اللي بتسلمه من عندي الآن 220، واخصموا منها 10% للشباب. تفضل. وش شنو 10%؟ أكلمهم عشان يخصموا 10% اللي أنا أعطيتكم إياه. هذا 10% من رصيدك وسيوله ما في سيوله، فهذا اللي موجود الان. يعني هذا شيء بوديها. هاي تستخدمها، هذا فلوس تستخدمها في القريه. خاف تقطع بصرك. هذا بكيفك. انت المسؤول عنها، هذا ما لنا علاقه. إيه؟ انت المسؤول عن فلوسك. يصرفونها للمحلات. اي يصرفونها للمحلات وتشتري. الله يبيض وجهك. إيه؟ حاتم الفريدي، محمد اليابسي، نواف السند. طيب يا شباب هذه كروت الحظ. ممتاز. اللي هي 6 كروت
أبوزحها عليكم الآن، والله العظيم إني ما أدري هذا وش وهذا وش وهذا وش وهذا وش وهذا وش وهذا وش. حلو؟ فكل واحد عاد وحظه. ممتاز. أنت أي واحد؟ دقيقة. ها؟ عشوائي. إيه عشوائي. أنت وحظك. طيب محمد اليابسي. آخر واحد طلع من عندنا حمد الراشد. باقي حاتم الفريدي، نواف السند، ومصعب. تفضلوا عندي. محمد. إيه. طيب محمد 210 تستحق. كم رصيدي؟ 210 يعني رصيدك 2100. إنزين. أنت بتأخذ 10%. تفضل. هذه 210. لا كان حاتم. سلامة. السلام. حياك الله يا حاتم. هيك. حاتم رصيدك يا حاتم 2500. كم تستحق يا حاتم؟ 10% منه كم؟ 2500 200 300. 300 ها؟ لا ما أدري والله كم. 250. طيب نبيها 300. هذه 250. تفضل تستخدمها عاد في القرية بحيث ما تشاء. طيب محمد خذ حق نواف. سلام. السلام عليكم. السلام. نواف 210. تفضل. كم رصيدي اصلا انا؟ 210 يعني كم رصيدك؟ 2100. 2100. ايه. طبعا هذا الواضحه في 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 شيء الخصم الخفي قفل. بس الحين ليش اخذت 10% انا بس؟ ما عندي سيوله. اه بمشي بالاسبوع هذا قصدي. كيف؟ امشي مشي. اي مشي هالاسبوع هذا ونشوف عاد اذا. حاتم محمد نواف مصعب. موجود. تفضل مصعب. الارصده موجوده على الهواء. 200. اللي خذوا الفلوس يا شباب تفضلوا. 200. خلاص شباب 200. لا انت لا 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 تبقى معك انت حر فيها. اي بكيفك. هذه اللي زياده على رصيد. اي واضح. طيب نواف. نواف خذ حقها. مصعب خذها. طيب فيصل نياف، بندر المطيري، ومتعب ثابت، وصقر بلال يجوني بالترتيب. متعب ثايب. اي متعب ثايب مكتوبين. متعب ثايب. دقيقة. كم رصيدي؟ انت بندر صح؟ بندر. بندر رصيدك 2000. شلون؟ طلعوها على سبق وطلعوها على الشاشة. ماشي. نعم. دقيقة. متعب. بندر مطيري رصيدك 2000 تستحق 200. طيب بندر تفضل بالترتيب يا شباب. حياك الله يا مرحبا. فيصل يا. حياك الله. حياك الله. طيب فيصل 2000 تستحق 200. تفضل فيصل بالترتيب يا شباب. شكرا. حياك الله. فيصل، بندر مطيري، متعب ثايب، صقر بلال. حياك الله يا متعب. عليكم السلام. متعب 1900 رصيدك. تفضل. هذه 100. 190 صح؟ ايه. 150 60 70 80 90. تفضل. ما في صمة كذا ورقة واحدة. ها؟ 90 ورقة واحدة ما في. في فلوس اصلا تجي 90 ورقة واحدة؟ ها؟ تجي ان شاء الله. وين؟ بتجي ان شاء الله. بتجي ان شاء الله؟ اكيد؟ تفضل. لا انت. حياك الله. صقر حياك الله. عليكم السلام والرحمة. بالنور والسرور. صقر رصيدك كم؟ 1900. اعطيك 10%. كم تاخذ؟ كيف؟ رصيدك 1900. 10. سيولة ما في سيولة. بعطيك 10%. كم تاخذ؟ ما وصلت الفكرة للحين. انت رصيدك 1900، انا بعطيك من رصيدك 10%. كم اعطيك كذا؟ 10%. ايه 10% يعني 190. سلامك. لو انك قايل 200 اعطيتك 200. طيب خمس اول. ها؟ خمس. خمس وش؟ خمس ريال؟ خمس 500. 50
60 70 80 90. طيب كيف اعرف الخصومات اللي عليه؟ الخصومات الخفيه ما تعرفها، تفضل. طيب ابراهيم، حسين، عبد الله الزهراني، فيصل بن عويد، سلطان. هذا مده اسبوع يا ابو. نعم. حبه الدجاج بكم يا ابو الحين؟ كيف؟ حبه الدجاج نص نص. نص حبه دجاج؟ عشان في مطعم بخاري انا. لا والله انت مدير البنك، لكن اسالك على الاسعار عشان نعرف كم راح. الاسعار ما ادري، حددها لك اللي في سعد القحطاني في المزار. نعم الشارب والله. حبيبي. هيا الله لا يهينك. حط لي دراهم. استريح شوي واعطيك دراهمك، ماني معطيك دراهمك. يا ولد ابغى احسب حسابي. حسين، عبد الله الزهراني، وفيصل بن عويد، وسلطان، وماجد نادر، تفضلوا. كيف؟ الناس اللي عندهم الفقرات، المقدمين اللي عندهم الفقرات، تحسب لنا ولا كيف؟ تحسب لك. السلام. بالترتيب يا شباب، تعالوا لي بالترتيب. عليكم السلام. عليكم السلام. حسين، عبد الله الزهراني، فيصل بن عويد، سلطان. تعالوا بالترتيب يا شباب. جاك حسين، عبد الله الزهراني، فيصل بن عويد، سلطان، ماجد بن نادر. جيتك ابو. طيب. ساك الله بالخير. بالنور والسرور. حسين 1900 اعطيك 190. خلها 200 يا ابو. حسين اذا تقدر. ها؟ 10 20 30 40 تفضل يا حسين. انت هذه 190. هذه ناكل بها ونشربها. تشرب بها، تاكل بها، تسوي فيها اللي تبي، فلوسك وانت حر فيها. يعطيك العافيه. شكرا. عبد الله، عبد الله رصيدك كم انت؟ رصيدك 1500. اي والله تاخذ 150 يا عبد الله. تفضل يا عبد الله. تركي مشبب، عايض فارع، حسن العجمي، خالد ودغش وفيصل، تفضلوا بعد. طيب الحين من اللي بعد؟ من اللي بعد عبد الله الزهراني؟ فيصل. فيصل عبيد، حياك الله يا فيصل. فيصل كم؟ 5000. رصيدك كم انت؟ ما ادري والله. 1100. 5000 كذا على طول؟ تاخذ 110 يا فيصل. هذه ال 100. مصروف المدرسة ها؟ تفضل. شكرا لك. هذه دراهمك وتستخدم. اللي بعده؟ سلطان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سلطان تفضل. هذه 10. وهنا 100. تفضل يا سلطان. كم رصيدي؟ 1100. 1100؟ ايه. اللي يبي سلف ولا شيء يا عيال؟ ماجد. رصيدك يا ماجد 1100. كم تاخذ كذا يا ماجد؟ 110. 110. 100 وكم؟ 110. 110. تفضل يا ماجد. عليكم السلام. بالترتيب يا شباب، تركي مشبب، عايض، وحسن العجمي، وخالد، ودغش، وفيصل. بالترتيب يا شباب. تركي حياك الله يا تركي. تركي كم رصيدك تركي انت؟ 1000. رصيدك 1000 يا تركي. ليش؟ خصومات ولا وش؟ خصومات ما ادري ليه 1000. تفضل يا تركي. عايض، عايض تفضل. مو في عايض. طيب حسن العجمي تعال. حسن رصيدك 1000. تفضل. هذه 100. نعم حياك. خالد ما هو موجود. طيب دغش، دغش انت كيف الحال؟ طيب دغش خذ لك 50. 50 ريال؟ ايه خذ لك 50. ما ودك تعطينا من الزرق ذي؟ خذ 50. تم. فيصل وينه؟ عطني ريال معك وسكر الدولار. سكر الدولار. تفضل فيصل. قاعد استريح على خشم. معليش. خلاص من باقي؟ عايض. انت ما خذيت انت عايض؟ لا باخذ. توك جاي؟ طيب عايض تفضل. هاي دراهمك 100. كم رصيد هو؟ 1000. خلاص. طيب انا فزت اليوم ب 500. طيب اوكي فزت ب 500. ايه فزت ب 500. هذا موجود عندك في رصيد. ابو ملهي عندك سبب الخصومات؟ ويني ما جات؟ لا ما عندي. اعطيتني 50. ايه هذا 50 انا اصرف لك اياها السيوله. انت رصيدك اصلا كم انت؟ كم؟ رصيدك كم؟ ما ادري. 1000 عليك. دغش رصيدك انت 500. 500 ريال؟ ايه
وانت يعني تعطيني اقساط. ايه اعطيتك مو باقساط، ما عندنا سيوله والله، وما في الا 10%، كل واحد منكم اعطيه 10%. معلش يا ابو ملح اسف. موفق خير يا ابو. الخصومات ما اقدر اعرف ايش فيه. انا لو كلمت الجوال انا مالي شغل في الخصومات ولا اللي دخل فيه. طيب ايش فيه؟ انا ما ادري والله، هذا خصومات، في خصومات خفيه. انا طيب غرف نومي يوم. انت نايم؟ انت وين نايم؟ انت نايم؟ في غرف النوم بتوجيه من الاعداد. انت من انت؟ عايد الفارع. انت عايد؟ اي نعم. من اللي قال لك تنام؟ الاعداد. من اللي سمح لك من الاعداد؟ كلهم. فلاح. انا مش عليه من الاعداد. انا من المسؤول؟ والله ما ادري. طيب من المسؤول؟ والله ما ادري يا ابو مليح. من اللي قال لكم ذاك اليوم اللي بيبي ينام اللي ما يبي ينام في الغرف اللي؟ والله ما عندنا اي خلفيه. انت اخترت من اهل الغرف ولا من اهل البطاطين انت؟ لا اخذت بطانيه انا. ومن قال لك تنام في الغرف؟ كنت عندي عذر طبي. حتى لو عندك عذر طبي تتكلم من الاعداد ولا تتكلم من؟ والله ما ادري ابو مليح. والله ما عند والله ما عندنا اي خلفيه اصلا. هو ما خلص ما عندي خلفية. ما عندك خلفيه طول عمر السلامه. هذه الحين من خصوماتك طول عمر السلامه اللي احنا حددناها سبق ونحددناها الان. هذا اللي انت بلغت الاداره؟ بلغت ابو عبد الله؟ انا ما لي شغل في الاداره، انا قايل لهم اي احد. يا ابو ملهي والله ما عندنا خلفيه. هذا الحين رصيدك وبعدين نتفاهم على الكلام الثاني. لاني على ما قال انا على رصده والله يا عايض. وهذا اللي خفشت بي. اي هذا يا عايض عاد كلام ثاني ونتفاهم فيه بعدين ان شاء الله. انت قلت لي 1100. انت شو اسمك؟ اي واحد؟ سلطان صبا. سلطان؟ ايه. لا 1100 رصيدك سلطان. بالشاشه 1200. لا 1100 رصيدك، ما عليك مشكله 1100. يعطيك العافيه. حياك الله. شباب سلطان رصيده طالع في الشاشه 2100. وانا عندي هنا 1100. ايه اللي عندي موجوده هنا هي الاساس. طيب. خلاص. خلاص دبش. اعطيك 100 على اي اساس؟ محتاجه في شيء اسمه كفاله وفي شيء اسمه قرض وفي شيء اسمه. لا ما بدا الحين. ما بدا الحين الله يستر عليك. عندك سؤال؟ اي احد منكم يفوز بكفاله يقدر يعطيه القرض، هو يختار عاد يختار منه. تقدر تختار كفيه بس مو بالحين اذا فزت فيها. ابراهيم فيصل انت رصيدك ما يسمح لك اني اعطيك. ليش طيب يا فيصل؟ والله تفاجأت انا عندي خصم 5000 غريبه. شلون تفاجأت؟ تفاجأت في البرايم قالوا عليك خصم 5200. طيب؟ ما عندي خبر عنها عشان استخدمت جوالي في طلبات طلبتها عشان اقدم في الريالتي واجيب فقراتي. اخذت ارسلت جيبوا كذا جيبوا كذا جيبوا كذا. طيب؟ يعني انت تدري ان في شيء اسمه كفاله حلو؟ ايه. وفي شيء اسمه سلفه. حلو؟ السلفه الحين انا رصيدي كم؟ انت رصيدك في الحضيض. ان شاء الله اني ماني في الحضيض. لا انت تتكلم رصيدك. ايه؟ انت خليك انا ميد الرصيد بس كم يعني بالضبط؟ والله رصيدك بالماينس 3000. سالب 3000؟ اي سالب 3000. عاد نشوف بعد شوي اذا طلعت القرعه بين الشباب اذا في احد بيعطيك الكفاله وبيفزع لك. كفاله وش نظامها؟ في شيء اسمه عندنا في البنك سلفه. حلو. ما لها دخل في الكفاله هذه. يا سلام. تعطيني سلفه كم؟ السلفه هذه بعدين تجيني ان شاء الله في الفقره الجايه طول عمر السلام وافتح لك باب السلفه. اليوم احنا ما عندنا سيوله. طيب لكن في شيء اسمه كفاله بيفوزون فيه واحد من الشباب. لو فزت لو راعي الكفاله اعطاني اياه واخذت القرض تقدر تاخذ يعديني من البرايم؟ لا ما له علاقه الان في البرايم، هذا ياكلك يخليك تاكل يخليك تشتري يخليك. لا من الان الاكل بفلوس ترى. من اليوم الاكل بفلوس، عشاكم ترى بفلوس. لا العشاء قال ابو عبد الله. لا لا العشاكم بفلوس. ابو عبد الله قال مجاني. انا اقول بفلوس. ما معي شيء. طيب تعشيت انا العشاء بفلوس. تعشيت قد تعشيت؟ اي جعل فيه العافيه. الله يعافيك. خلص يا فيصل اهم شيء. خلص الله يستر عليك. ما انت معطيني شيء؟ والله انه ودي يا فيصل. طيب الريال؟ والله ان الريال زين بس وش اخذ بالريال؟ المطعم يشتري ما ولا شوف عاد كم عندهم. لا الماء مسموح بدونه. والله؟ اي ما تبي الريال يعني؟ شوف انا بيه بس ايه؟ ما هي مادة لك يا ابو ملهي. استحي لا ما هي بعلاقه هي. انا ما هي ماده مخبايته. ما هو بنافعني والله. شو اسوي؟ انت تقول ابي ريال، انا ما قلت لك بعطيك اياه. لا اقول له ريال يعني. اي ما اديت لك ريال، انت قلت له ريال اعطيتك اياه. الله يبيض وجهك يا ابو ملهي. يعطيك العافيه. دغش يا ابوي. اسمح لي طال عمرك. والله اسمح لي. عندي موضوع مهم. والله مو بعندي. وش سبب خصوماتي؟ ما لي شغل فيها يا دغش. كيف مالك شغل؟ انت مدير بنك. ما لي شغل فيها. اسمع راكان. انت مدير بنك، وضح لي وش سبب الخصومات؟ خلاص راكان لا تسفه. دغش عاين فيني الله يجعلني فداك. وش سبب الخصومات؟ انت مدير بنك. ما ادري وش سبب الخصومات. انا ما لي علاقه في كيف مدير بنك ما يدري وش سبب الخصومات. تستخدم جوال اللي دخل فيه هنا؟ كيف؟ انت مسوي شيء؟ ما استخدم في جوال. في شيء اسمه خصومات خفيه يا دغش. ويني لك؟ انا عارف ان عمري انا ما اخطيت في شيء. اي ما وضح لي عادي. انت مدير بنك.
اي اي خلاص الحين اعطيتكم الاسعره الاسعار الاسعار الان 500 اي هذا خاص في 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 في, في بعد بعد الفقره هذه طيب ساكون تسمعني دقيقه والله العظيم حتى وقت ما عاد عندي وقت على خشمي ابشر اللي انت تسالني صح جواب ما عندي جواب ما عندك جواب ان خصومات لا 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 ما تدري وش هي كذا بس ما ادري يا اخوي انا افتراني انا وش ما له دخل يا دغش دغش وش دخل يا انا اقول لك انا اقول لك ما لي دخل تقول لي مدير بنك طيب من اكلم وش دخل وش تراني انا ما ادري والله والله ما ادري والله تقدير شلي الفلوس شو ما حد اعطاك انت ما ناديناك قبل شيء تعال تعال خلاص بروح ونعم يا خالد تعال ما خليت ما استلمت الفلوس يا خالد مناديك انا يا خالد طيب يمكن كان جالس اتعشى ما سمعت الاسم طيب خالد انت تستحق 100 رصيدك 1000 يا خالد جزاك الله خير تفضل احسن حياك الله خلاص كلها في الاكل لا لا خلاص لا لا ما. لا لا من دراهم يبي لا ما تقدر في شيء سلفه سلفة كيفك عاد بينك وبينها انت بعدين اذا طلعت من هنا مو بعندي انا هنا انا من المسؤول عنها مالي شغل ايه مالي شغل كيف كيفك انت خويك عاد كيفك انت خوي خلاص يلا صدق يا ابو مله اني حبيت النوم على برا كذا مشرد والله يصير صراحه طيب دقيقه يا شباب دقيقه مو اشرح لي ذي ترى ما فهمت طيب الحين بشرح لكم طبعا الموجود الحين في الاضرف يا شباب وش الموجود وش تعال يا ابراهيم جبي تعال تعال انا ترى متقصد اجيب 5 كراسي ابيك واقف معي ابشر بس كوفو الحين الموجود